وسنختتم سهرتنا هذه بالفياشية، سيتحفنا بها كل من الفنان عبد الفتاح بن نيس، الفنان مروان حاجي، الفنان سعيد بالقاضي، الفنان أحمد مربوح، والفنان القدير عبد الرحيم السوري. أما أنا فما بقى لي إلا نقول لكم فرجة ممتعة، وإلى إن شاء الله سهرة تراثية ثقافية فنية مغربية أخرى إن شاء الله. وسيلة
إليك فقري أدفع. Yeah.